بس ايدكم تشوفوها واضحة الشاشة؟ اي كاملة طالعة واضحة. واضحة. مثل ما قلت هسه حنمدي في ساعة ساعة وربع، بعدين اعطيكم استراحة نص ساعة ونرجع، نرجع على بركة هاي يعني قلت لكم اليوم موفرين هذا القلم. ذيك المحاضرة حكينا وصلنا لي وين؟ تقريبا هذا الجزء هنا ترانسبوز اوف ماتريكس. شنو ترانسبوز اوف ماتريكس؟ عندنا كذا هاي المصفوفة، عرفنا هسه احنا المصفوفة نقراها صف بعمود، هسه ثلاثة في اثنين يعني ثلاث صفوف وبعمودين. مقلوب هاي المصفوفة تنقري بهالشكل يعني، يعني إذا أنا عندي هذا الشكل هذا صف، هذا صف مؤشر بالهادي، المقلوب مالته ايش راح يصير؟ هذا عمود يعني هسه اوبن، هذا صف، هذا صف، لو تنتبهون هذا الصف صار على شكل عمود، هذا مقلوب، مقلوب هاي المصفوفة، كل صف هسه واحد بأربعة صارت بهالشكل، صف صار عمود، لو بأجي على الصف الثاني ثلاثة واحد صار عمود، أرجع على الصف الأخير فإذا الصف يتحول إلى عمود، هذا شو سحب عليه المنزولة؟ ترانسبوز، أي يعني هنا صار للأس تي. هذا سحولها مقلوب المصفوفة. واضح طلابنا؟ حكينا ذيك المحاضرة عن المحدد للماتريكس، شلون أحدد الماتريكس المحدد مالتها؟ في حالة إن طبعا المحدد دائما تكون مصفوفة مربعة، اثنين باثنين، ثلاثة بثلاثة. رح نجي ناخذ إذا مال اثنين اثنين، طبعا يوم نزول للمحدد بهاي الشكل، شلون القيمة المطلقة؟ هذا الشكل. هذا تشوفونه مثل القيمة المطلقة، هذا الساحول المحدد مال المصفوفة. فإذا عندنا هاي المصفوفة أجي أخذها المحدد يصير القطر، القطر هذا ساحول القطر الرئيسي اللي بهالجهة، هذا ساحول قطر رئيسي، هذا قطر رئيسي، أوكي؟ هذا قطر رئيسي، هذا قطر ثانوي ساحوله، هذا قطر ثانوي، أوكي؟ هذا رئيسي، هذا ثانوي، فحاط ضرب القطر الرئيسي اللي هو A11 في A22 ناقص A21 في A12، هذا ساحوله محدد إذا كانت عندي مصفوفة مربعة اثنين أم اثنين، صفين بعمودين. إذا عندي مصفوفة أم ثلاثة، هاي في عدد اثنين عندنا هذا، بس إن شاء الله بالمثال لما نحل سؤال هسه شوفون يتوضح الفكرة أكثر. أم ثلاثة مثل ذيك المحاضرة ايش حكينا عنها؟ أم ثلاثة أجي هذا ايش آخذ؟ أختار أي صف من الصفوف وأشتغل عليه. تريد الصف الأول، الصف الثاني، هسه أنا كتبت لكم الخواص مال البروبرتيز هنا شلون أطلعها. تجي تختار أي صف، أريد أشتغل على الصف الأول، فأجي شو أسوي؟ بهالشكل أشتغل على الصف الأول، هذا الشكل اشتغل صف ب اجي اخذ صف بعمود، يعني راح اشتغل على هذا الصف من المصفوفه،
هذا الصف اللي هو الصف الاول راح اجي اخذ لا اخذ المحدد فاشتغل مثلا اي 1 1 بعدين انه راح ارجع على هذا العمود الثاني انه راح ارجع على العمود الثالث بهاي الطريقه. فاني هسه من اني اول واحده في هذا ايش راح يبقى من المصفوفه؟ شوف انا ساحب المرار ايش راح يبقى؟ اي هذا اي 22 اي هاي اللي هسه انا اشركم عليه اللي هي هاي الاعداد يصحوا لها المرار والقانون هذا. هسه خلينا نجي نطبق واحده واحده ناخذ ام الاثنين هذا هسه محدد زين. خلينا ناخذ نكمل مع القانون ثلاثة وبعدين ناخذ لأنه اللي شلون بالصفحات الجاية حليتهم. هذا هسه المحدد شلون أطلعها وشلون أستفاد من عندها إيجاد الإنفرس. زين هاي أم ثلاثة هسه أم طلعت الميراث أجي آخذ القانون مالتها القانون مالت المحدد مال أم ثلاثة بثلاثة اجي اضرب شنو اي 1 اللي هو اول عنصر بالمصفوفه في المصفوفه اي 1 1 هاي شنو اي 1 1 هذا قانون اذا اطلعها من هذه رح نجي تطبيق مباشر للام 3 3 حتى تتوضح اكثر. عندي هاي المصفوفه عندي هاي المصفوفه اجي دايد اوجد المحدد مالته القانون هذا بغض النظر عن القانون اجي اطبق مباشره حتى تعرفون شنو الفكره مالته. اوكي اجي خلينا نمسح هاي حتى انه اجي بالسؤال طلبت انه اوجد المحدد اكتبه بهالشكل شو يساوي لنا؟ راح اجي راح اخذ اول عنصر بيها اللي هو شنو هسه؟ الواحد راح اجي اضرب الواحد المركز مال هذا التقاطع مال هذا المستطيلين يا هو لازم تشوفون اكو مستطيل بالازرق ومستطيل بالبرتقالي التقاطع مالتهم هو شنو يا رقم هو الواحد فاجي ادخل واحد اضربه هاي احنا بكم محاضرة احنا شرحناها بس هاي اعادة زين سالب واحد القانون شو يقول سالب واحد للاس مكانه وين هذا مكاني انا وين مكاني هذا هسه مكاني انه هو واحد زائد واحد طبعا هاي للأس وارجع شنو عندي؟ عندي هاي المصفوفة اللي هو جزء من المصفوفة الباقي مالتها هسه انا شنو اللي باقي يا ارقام؟ باقي لي الواحد والواحد ثلاثة وواحد اثنين صح مو صح؟ هسه اي واحد من الطلاب يكمل لي الباقي اريد العنصر الثاني المحدد الثاني مالت اللي عندها اوجد المحدد شلون اطلع القيمه الثانيه هذا انا اول وحده سويتها هسه اول واحد اجي راح احرك المستطيل الازرق على هالشكل يعني انا داخل هذا الصف انا اشتغل على فاريد الثاني القيمه الثانيه ايش راح تطلع القيمه الثانيه؟ القيمة الثانية اللي هو رقم اثنين 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 ونفتح القوس سالب واحد بس بدنا ناخذ اثنين افتح قوس سالب واحد مرفوع للاس واحد زائد اثنين
واحد زائد اثنين. شو وزن شلون حسبتها؟ زميلتكم حسبتها، اشرح لكم شلون حسبتها. ولا باب المصفوفة شنو هو؟ نعم. اثنين ثلاثة ثلاثة اثنين. اي لين اثنين صوتكم ثلاثة بها. اثنين ثلاثة ايه؟ ثلاثة اثنين. ثلاثة اثنين. شوفوا زميلتكم شلون حسبتها. اجت هسه انا المستطيل، شنو التقاطع مال يعني هاي حافتي، وين التقاطع صار؟ يا هو التقاطع الرقم اللي متقاطع وياهم هو الاثنين، هذا اول شيء. اثنين مكانه، يعني احنا اول شيء نحسب شنو هو قيمه العنصر، بعدين مكانه، بعدين باقي المصفوف. يعني ثلاث اشياء تخلوها ببالكم، ثلاث اشياء تخلوها ببالكم. اول شيء قيمه العنصر، يعني وين هذا شنو قيمته، ومكانه وين، وباقي المصفوفه اللي بعد التقاطع. يعني احنا شنو الارقام المتقاطعه، شنو اللي بقت، عرفنا؟ زين، فحسبتها بهالشكل. اعطيني القيمه الثالثه هسه، اخر عنصر اللي هو الحين نشيل هذا المستطيل الازرق ونخليه على اخر عنصر. حصل ثلاثة ثلاثة نفتح القوس سالب واحد سالب واحد، احنا دائما ناخذ سالب واحد ونرفع للاس اللي هو واحد زائد ثلاثة واحد زائد ثلاثة. تشوفون هي تحسب اول قيمة مكانه صف عمود، صف عمود، باقي هذا حصل اثنين واحد ثلاثة واحد المصفوفة. اثنين اثنين واحد واحد ثلاثة واحد واحد. عرفنا؟ هسه حنيجي هاي هسه الصاد عندي تحولت من مصفوفة ثلاثة بثلاثة إلى مصفوفة أم اثنين اثنين، نقدر نوجد المحدد اللي تعلمناه قبل، صح ولا مو صح؟ هسه تحولت مصفوفة عندي محدد من ثلاثة في ثلاثة إلى اثنين في اثنين. هسه راح نكمل الحل. واحد هسه هاي ناقص واحد سالب واحد مرفوع للأس زوجي، فشو يصير؟ واحد فوق واحد في واحد واحد، صح ولا مو صح؟ هسه واحد. ايش المحدد مال محدد مال مصفوفة مربعة شو يصير؟ القطر الرئيسي ناقص القطر الثانوي، صح ولا مو صح؟ هذا قانون. زين اوكي، اعطيني ايش قد المحدد هسه مال هذه اللي هو واحد زائد واحد اثنين اي هذا واحد واحد اثنين هذا واحد قيمته واحد اي سالب هذا سالب واحد واحد اثنين واحد في اثنين اثنين واحد ناقص ثلاثة ناقص واحد ثلاثة زين زائد نجي هنا هسه هاي اثنين مضروبة سالب واحد مرفوع العدد فردي شو يصير؟ سالب اثنين فنقدر نقول هنا سالب وارفع افتح القوس المحدد اوجد لي محدد مال هاي اثنين اربعة اثنين اي اربعة ناقص تسعة ناقص تسعة اي يعني سالب خمسة او تريدون تكتبوها كل تسعة اربعة ناقص تسعة بس اي هاي الثالثة موجب ثلاثة ثلاثة ليش؟ لأنه السالب واحد مرفوع العدد زوجي شو يصير؟ اثنين ناقص ثلاثة اثنين ناقص ثلاثة. هسه النتيجة شو سوينا؟ هاي أول وحدة سالب واحد سالب واحد دكتورة نعم بالمصفوفة المربعة مو الأقطار الرئيسية نضربهن والقطر اللاق من غير الإشارات؟ لا لا هذا المحدد هذا المحدد القطر الرئيسي ناقص القطر الثانوي اللي تقصد عليه هاي الانفيرس. الانفيرس حكينا بهيك المحاضرة هاي الانفيرس هو اسلحة يعني راح اراجع لكم اياها مال المحاضرة السابقة. هذا الانفيرس نبدل الاشارات، المحدد فقط نضرب القطر الرئيسي ناقص القطر الثانوي. اوكي اوكي زين هسه سالب ثمانية هذه خمسة شلون؟
سالب خمسة صاد زائد عشرة، صح لا مو صح؟ صحيح. بعدين هنا قد تبقى سالب واحد سالب ثلاثة ويساوينا جد هسه ستة، صح؟ صح طلابنا؟ هذا اي صح صح صح. اجيب لك سؤال، جد المحدد ما مصفوفة ثلاثة ومثلاثة، تحولها من ثلاثة إلى أم اثنين. هاي طريقة، الطريقة تذكرونها الثانية يا هي أم الأسهم. الأسهم اللي إحنا شو نسوي، نعيد الصفين. أجربكم إياها هسه، هذا من نفس الشيء. أجربكم إياها هسه لو تذكروها، إنه أسوي أسهم بالموجب بهالاتجاه، أول شيء أشتغل على هالاتجاه. حتى سلم اوكي طلابنا، هاي هسه خلصناها. الخواص مال المحدد، اكو خواص تستفادون من عندها للسرعه. اذا تشوفون صف كامل بهذا شلون هذا؟ هذا لو تشوفونه، شوفوا هذا الصف يشبه اللي جواه. اذا شفتوا صفين مش شابهات، او اذا صفين مش شابهات، المحدد مالتها صفر، المحدد مال هاي المصفوفه صفر. عرفنا؟ بساعه تقدر تعرفه في حال انه الشابهات، تنتبهون؟ او اذا العمود، اذا العمود هسه تشوفون هذا العمود مش شابه ويا العمود اليمين، هذا المحدد. لما تجي لو تسويها هسه، اعطيكم اياها مثال هوم وورك، مصفوفه اعطيكم اياها العمود يمي الشابهات، لما تجد المحدد اللي هسه احنا شلون وجدناها، نلقاها قيمته صفر، نلقاها قيمته صفر، او اذا صفين مش شابهات. هاي واحدة من شلون المبرهنات اللي اوجدوها، في حال انه صفين مش شابهات يصير محدد صفر، او اذا عمودين مش شابهات هم يصير محدد صفر. زين، هنا اذا بدلنا صف مع صف، يعني اجت هسه بدل، شوفوا هذا ايه، هذا الصف هسه، هذا الصف ايه، هذا بدلته ويا اللي جوا، المحدد اشارته تتغير سالب. يعني هذا مثل الخواص للمحدد، اذا بدل الصف بصف من نحتاجه عودينها. بس هاي انت حتى واحد معلومات، يعني انا ما جبت هسه بالاسئله او الهوم وورك، بس معلومات في حال انه صف ابدا ويا صف تتغير اشاره المحدد. المدور مالت المصفوفه، المحدد مالته نفس الشيء اذا انا عندي المحدد. يعني هذا هسه لو سويت لها ترانسبوز للمصفوفه، اجي القى، يعني هذا المثال هسه اخذناه، هذا مو طلعنا قيمته سته، لو اجي ابدلت هاي المصفوفه سويت لها ترانسبوز، اجي القى المحدد هم يطلع لي سته، يعني حتى لو اضربها تطلع لي المحدد مالتها سته. عرفنا؟ زين، هسه افترنا شنو المحدد، شلون اطلعها؟ اذا مربعه 2 ب2 القطر الرئيسي ناقص القطر الثانوي، واذا 3 ب3 شو اسوي؟ هاي الطريقه اللي علمناها اللي حليناها. خلصنا من المحدد، ماكو مشكله بي، رح نجي الانفيرس. الانفيرس اذا في حال انا عندي مصفوفه مربعه 2 ب2، شلون اجي اوجد الانفيرس مالتها؟ الانفيرس احنا طبعا هذا القانون مالتنا، تتذكرون شلون الانفيرس هو شلون النظير مالتها للمصفوفه،
فحاصل ضرب المصفوفة في الانفرس يعطيني المفروض اي اللي هو العنصر المحايد. اذا عندي 2 ب 2 شنو العنصر المحايد المصفوفة المحايدة؟ هو هاي يعني ساين داشر عليه اللي هي يصير البطل مالتها واحدات. عرفنا بالمثال شلون اوجد الانفرس؟ اجي اول شيء اول خطوتين عندي اذا مصفوفة ام 2 ب 2 اول شيء اوجد شنو المحدد مثل ما شرحنا. هاي شوفوا شلون المحدد. اجي بعدين الخطوه الثانيه مثل ما هسه زميلكم قال نبدل الاشارات. بالانفرس اول شيء اوجد المحدد اضربها بالضبط. هاي هسه شلون اشرحكم عليها. هذا اول شيء محدد مالتكم بهذا وجدناه بالطريقه اللي شرحناها. بعدين المصفوفه مالتي الاصليه ابدل القطر الرئيسي اجي ابدلهن. يعني احنا مو عندنا اي بي سي دي، ابدل اول عنصر باخر عنصر هنا يعني اصير دي باي، والقطر الثانوي ابدل الاشارات. ابدل الاشارات كمصفوفه، هاي كمصفوفة. عرفنا بالمثال هسه هم نشرح نشرحها شلون تصير اكثر واضحه. انا عندي مصفوفه ام 2 ب 2 هذه هاي مصفوفه عندي. اجي بالسؤال اوجد الانفرس مالتها. اول شيء سويت المحدد شلون طلعناه؟ ام 4 في 3 ناقص 2 في 1 اللي هو 12 ناقص 2 يطلع 10. 10 فاذا هو هسه مقلوبه طبعا يطلع بالسالب، سالب 1 على 10. اوكي هاي خلصنا من المحدد. اجي بدلت مكاناته، صارت الواحد هنا 2 هنا، وبدلت الاشارات. هاي هسه اللي هاي اخر شيء تشوفوها بالبوينتات وما اعرف شنو، هي هاي المصفوفه اللي عندي الانفرس مالتها. شلون اتاكد انه هاي الانفرس صحيح؟ اجي اضربها بالمصفوفه مالتي الاصليه، المصفوفه الاصليه قبل التبديل قبل كل شيء. فاجينا هسه هاي هسه احنا ايه هاي سالب 1 على 10 هاي المصفوفه اللي الانفرس في المصفوفه العاديه. شلون اتاكد تتذكرون؟ هسه شلون هسه اتاكد لكم انه هي صحيح. اول شيء نجيب هاي المصفوفه هاي شنو هسه؟ هاي ضرب دخلت السالب 1 على 10. تتذكرون الاسكيلر اللي هو لما كي اضربها بمصفوفه يفوت عليهم كلهم يضربهم مو؟ المحاضره السابقه من دخلت كي مثلا بمصفوفه شو يصير؟ سالب 1 على 10 اضربها بهذا اضربها بالواحد، سالب 1 على 10 اضربها بالسالب 3، سالب 1 على 10 اضربها بالسالب 4. يعني الكي الثابت يفوت على عناصر المصفوفه كلهم ويضربهم، ما يبقي واحد، مو بس يضرب اول واحد يمه، صح لو مو صح؟ حاله حال القوس، من يفوت الثابت يفوت على قوس يضرب عناصر الصف القوس كله، مو صحيح؟ مبدا مال انه زين خلي هذا هسه ايش راح يسوي لنا؟ زين هسه
هسه انا عندي هذا هذا الصف وين هذا الصف شلون بالضرب؟ احنا جينا ذيك محاضرتنا هذا اضرب صف بعمود من اجي اطلع هنا ضرب مصفوفتين انا هسه عندي مصفوفه 2 ب2 اضرب مصفوفه 2 ب2 لازم تطلع لي مصفوفه 2 ب2 لانه احنا صف صف بعمود وعمود بصف لازم يعني شلون يصير صف بعمود فهسه انا صحيح عندي 2 مصفوفه 2 ب2 اضربها في مصفوفه 2 ب2 تطلع لي مصفوفه 2 ب2 اجت هذا الصف سالب واحد هنا راح نكتب سالب 0.1 في لمن اضربه في 2 صح ولا مو صح؟ زائد 0.3 اضربها وين؟ اضربها بالاربعه بالاربعه هاي ما خليت يعني ضرب يعني انت اكيد تعرفوا هذا انه اجي شو اسوي هسه؟ هذا هسه بما اضربه؟ ثمن 0.4 0.4 بما اضربه؟ في 2 زائد سالب 0.2 اضربها بما؟ في 4 في 4 اوكي هسه رح نرجع على الصف الاخ يعني هسه اضربها بهاي مال 3-1 الصف العمود الثاني اوكي سالب 0.1 بمن اضربها؟ في 3 3 زائد 0.3 في 1 في 1 اوكي نوع اجي هنا صفر 0.4 في 3 في 3 بعد زائد بس اتاكدوا لي خاف لا اخطا بالكتابه في 1 اوكي لا هنا هاي اضربت 3-1 وهاي اضربت 2-4 انه باجي اضربت 2-4 صحيح انه هذا 3-1 هذا الصف هذا الصف مرتب بالعمود اللي هو 2-4 انه اجيت ضربته بهاي 3-1 هذا صحيح عندي انه اجيت على هذا 2-4 وجيت بعدين ضربت 3-1 صحيح زين هسه لازم نطلع النتيجة مالتها وين تمام مصفوفة 4-4 زين المفروض هسه الناتج شو يساوينا؟ الأولى سالب 0.2 0.1 في 2 سالب 0.2 سالب 0.2 إيه وهذا زاد 1.12 0.1.2 يصير 0.3 في 4
ايش قد يطلع؟ يطلع واحد ايه واحد واحد مو صحيح؟ يطلع واحد. ايه زين اللخة يلا تفتح. لخة ايه اربع. هاي 0.8 1 بوينت ايه 0.8 1 0.8 صفر الناتج يطلع صفر اللخة هسه هاي صفر هاي هم صفر واحد بوينت 12 وهذه واحد. إذا هاي ما طلعت مصفوفة مصفوفة محايدة يعني إنه هذا صحيح الانفيرس طلعناه صح لو مو صح فإذا حلنا صحيح. هاي بالنسبة إذا مصفوفة أوجد المعكوس مالتها لمصفوفة 2 ب2 واضح طلابنا؟ لما هسه مصفوفة 3 ب3 اجي شلون اوجد الانفرس؟ اوكي؟ هاي لما عندكم سؤال مال انه هاي مثال بدكم اياه انه حتى مصفوفة أم 3 ب3 تذكرون طريقتنا هذه اللي هو أضرب الأقطار بهالشكل باتجاه نبني دائما بالأول هذه اليمنى يعني شلون هذا الاتجاه أول شيء ناخذ الموجب أضرب العناصر كلها ما أعرف ليش ما تحبون هذه الطريقة بس طلابنا سجل حضور حتى اوكي طلابنا عرفنا هسه قلت لكم طريقة احسن لكم فهي الطريقة اللي تحبوها تختاروها فبهاي الجهة تضرب هسه 1 في 2 في 0 بعدين زائد صفر سالب 1 في 0 زائد 3 في 1 في سالب 4 هاي المجموعة اللي هنا هاي الجهة اليمين هاي الجهة اليمين اوكي الجهة اليسار كلهم بالسالب هاي من هنا نبدي الطرف بالعكس طبعا هاي ورا ما نضيف ورا ما نضيف صفين ورا ما نضيف صفين عمودين العمودين الاول والثاني نكررها ورا الثالث والرابع عرفنا هاي اول طريقه الطريقه الثانيه اللي هسه احنا حسبناها اوكي هاي بس مثال انه حتى تتوضح فكرة هاي هاي من مثال على الانفيرس طيب لازم ازيد لكم الامثلة ليش حتى تتعودون على حل الاسئلة هاي نفس الانفيرس شلون طلعناه مع المصفوفة ام 2 ب2 اوكي اكو بيها اشكال ام 2 ب2 لو نركز على 3 ب3 نحتاجها طلابنا اكو احد عنده مشكلة بال 2 ايجاد الانفرس مال ام 2 ب2 لا سهله سهله واضحه اي مظفر الكهرباء سعيدي هاي مال 2 ام 2 لان ما تتحاضر بالبدايه اوكي هسه بس طلابنا ويانا حتى نشرح بساعه هسه مثلا اوجد شلون الانفرس المعكوس مال المصفوفه قلنا اول حال شنو هو اول شيء راح اسوي بالابيض أول شيء شو أسوي أني من أجي أوجد الإنفرس ها طلابنا من أجي أوجد المعكوس أول شيء أوجد المحدد من مباشرة 3 أضرب القطر الرئيسي 3 في 1 ناقص القطر الثاني اللي هو ناقص ناقص 2 يعني يصير 5 هذا أول شيء وجدت أول شيء تشتغلونه هو المحدد صح لا مو صح وجدنا المحدد القانون مالت الانفرس اللي هو 2 ب2 شنو هو هذا القانون مقلوب المحدد في المصفوفه لازم شنو هو ابدل القطر الرئيسي واحد بالاخر يعني الواحد بثلاثة 3 بالواحد ابدل القطر الرئيسي طالبنا 3 بالواحد تعرف شلون
بدلت هسه لو شوف هاي الرئيسيه 3 بواحد ابدل الواحد بثلاثه بدلتهم، والقطر الثانوي ابدل الاشارات. شوف هسه الاشارات لو تنتبه على هاي الاشارات سالب واحد واثنين تصير واحد وسالب اثنين، بدلنا الاشارات وضربناها بالمحدد. هاي هسه 1/5 هو المحدد اللي انا طلعته مقلوبه، هاي المصفوفه ورا ما بدلت الاشارات ادخل المحدد عليها. هذا ايه هاي هذه هي هاي المصفوفه الاخيره اللي هي 1/5 1/5 ناقص سالب 2/5 3/5 هي معكوس المصفوفه. هاي هنا للتاكيد يعني تو تشيك، ها تروح تشيك لي هاي اذا شوف حتى حلك صحيح تشيك لي هاي اللي هسه شلون طلعناها، اضرب هاي اضرب المعكوس في المصفوفه الاصليه قبل التغيير المفروض تطلع لي هاي. شلون هسه حسبناها؟ صف بعمود صف بعمود واحصل على المفروض تطلع لي مصفوفه محايده. واضح طالبنا؟ طلابنا كليتكم واضحه؟ واضح واضح. زين هسه حنيجي نشتغل. طبعا هي فكره هاي المعكوس، هسه نشتغل على معكوس المصفوفه. يعني شوي هاي اهم انه احتاجها بحل النظام. احنا ان شاء الله ونص ناخذ رسم. زين هسه عندي مصفوفه 3 ب 3 اوجد معكوس مال مصفوفه ام 3 ب 3. احنا ايش قلنا الطريق اول شيء من اوجد هذا انت قولي طلابنا. هاي هسه طريقه جديده شلون اوجد المعكوس. بس طلابنا شوي ركزوا وياي حتى اول شيء اوجد المحدد. المحدد احنا ايش قلنا الطريقتين، اما الطريقه هاي الاسهم ووجدنا شنو قد قيمتها وجدنا هنا سالب 7. عندكم اشكال شلون اوجدها؟ فاما طريقه هاي هسه اما هاي الطريقه او هاي الطريقه، الطريقه اللي انتم تريدوها ما عندي مشكله. المهم شوف هسه انا نفس النتيجه تطلع صح ولا مو صح. هسه شوفون هاي سالب 7 حليتها بهاي الطريقه وحليتكم اياها بهاي الطريقه، الطريقه اللي تحبوها. المهم انا اريد المحدد صحيح. اوكي هسه هاي وجدنا المحدد، هاي اول خطوه. اول خطوه اوجد المحدد. انا بدي اوجد انتبهوا لي بدي اوجد الانفرس مال 3 ب 3. وجدت المحدد هاي اول وحده. هاي شوية تنتبهون هنا لازم نوجد الكوفيشنت مال الاي اللي هو شوية من هنا الصعوبة. يعني دائما هنا بها اشكال اذا ما تنتبهون على كل رقم. خلينا نجي هاي هسه مصفوفة هنا انا كتبتها بهالشكل، شلون اوجد الكوفيشنت مالتها؟ انتبهوا لي طلاب هاي الكوفيشنت. هاي هسه انا عندي اجي اثبت المصفوفه عندي الاصليه. اوكي اجي ايش اسوي؟ اخذ عنصر عنصر. شلون هاي المستطيل و اخذ عنصر عنصر. وين هاي المستطيل؟ بس طلعنا شوية ونا هاي شوية رادي لها هاي الكوفيجن لح اجي على عنصر عنصر بس بدون ما اضرب بي ها تتذكرون شلون من اوجد المحدد مو هاي هسه شلون اوجد المحدد اضرب اثنين العنصر لا هذا مجرد اوجد الكوفيجن
مال المصفوفة، يعني حبدلها المصفوفة الأخرى. شلون؟ أجي أخذ مكانه وين هذا الثاني؟ مكانه واحد بواحد، صح لا مو صح؟ اللي هو احنا سالب واحد مرفوع للواحد واحد، شيل الباقي من المصفوفة. أجي لو شوفوا هنا اثنين ثلاثة اثنين واحد، إيش مكتوب هنا؟ تنتبهوا هنا مكتوب أي ون ون، راح تصير الكوفيشنت راح تصير إن مصفوفة جديدة اللي هي الميرور مالتها تصير أي ون ون. رمزت لها بكابت لتر حتى تعرفون إنه هاي هسه الكوفيشنت الجديدة. لها أوجدت لي عناصر للمصفوفة، اشتقها من المصفوفة الأصلية اللي هي الكوفيشنت، أطلعها بهالقانون. سالب واحد، سالب واحد أول شيء مكانه واحد بواحد، باقي المصفوفة اللي هو اثنين وثلاثة واثنين بواحد. شقد قيمته هنا؟ أربعة سالب أربعة، اجيت كتبته مكانه أول واحد. أجي هسه مرة ثانية هذا العنصر الثاني اللي هو واحد باثنين، شنو باقي المصفوفة؟ سالب واحد، هذا سالب واحد بصفر، ثلاثة بواحد. أحسب المحدد مثل ما حسبته اثنين باثنين، أجي قيمته شقد؟ واحد. لو تشوفون هنا هم كتبت واحد، يعني مكانه وين اجي اكتبه. دائما الجدول مالتكم من تطلعون الكوفيجن حاولوا تكونوا بهالطريقه حتى ما تضيع عليكم، حاولوا تكتبها بهالشكل، تصير جدول ثلاثه بثلاثه، حتى كل عنصر اللي يطلع لك اياه تكتبه بالمصفوفه الرئيسيه مالته حتى ما تتخربط. فانا هسه عنصر عنصر اجي احسبها بهالشكل، هاي هاي خلصت اول صف، بعدين اجي احسب على ثاني صف، ثاني صف ارجع وهذا انزله على هيج بهالشكل. ايش راح يبقى لي؟ يبقى لي 3 بواحد و2 بواحد، انه اجي اشتغل صف صف واحد، يعني عمود عمود، يعني اول شيء اشتغل صف صف وبعدين عمود بهالشكل. دا اطلع هاي سالب 4 واجي هنا مكانها سالب 4. هسه راح نطبق لكم اياها طبعا. هاي اخر شيء ونفس الشيء، هاي هيج هالشكل وباقي المصفوف. اجي جمعت الكوفيجنت بهاي العناصر، هاي سميتها كوفيجنت. اجي بعدين اقمش هاي الكوفيجنت واسوي لها مقلوب. تذكرون شنو المقلوب؟ اللي هو الصف صار عمود، الصف صار عمود. بهالشكل هذا ورا ما بدت الكوفيجن، ورا ما بدت الكوفيجن انا بس اخذ حضور. اوكي طلابنا، يعني اول طريقه لايجاد الانفيرس، اول شيء اوجد المحدد بالطريقه اللي انتم تريدوها، ورا ما وجدت المحدد اجي اوجد الكوفيجنت بهالطريقه. وهسه راح نكتبها عملي، ليش احاول هسه بس اجيب القلم؟ هذا عملي هسه نحلها، بس هسه كطريقه تبون عليها اوجد بهال، يعني اقمش لي صف صف وعمود عمود واطلع القيم مالتها. وجدت هاي هسه المصفوفه اللي عندي هي الكوفيجنت، يعني لو شوفوها مو نفس عناصر المصفوفه، مو نفس عناصر المصفوفه الاصليه، تختلف عنها. ليش؟ لانه وجدت الميرور مالتها، يصححون الميرور مالتها. ورا ما اوجد الكوفيجنت اجي شو اسوي لها؟ اسوي لها مقلوب، قلبتها صارت الصف عمود. ورا ما قلبتها سويت لها يعني مقلوبه، اجيت الانفيرس المعكوس هذا القانون مالتها اللي هو مقلوب المحدد مضروب شنو؟ الآي جوينت مالتها مالت المصفوفة اللي هو مقلوب الكوفيجنت. الآي جوينت شوفوا هي هاي نفسها كتبت هنا. فإذا هذا هو القانون مال القانون مال المعكوس، قانون هذا القانون، هذا قانون المعكوس. يعني من اجي
اقول لك اوديتي معكوس لازم اجي اسوي هذا القانون. لو نجي على هذا القانون قانون المعكوس مصفوفة أم ثلاثة بثلاثة، هاي لازم شنو أوجد شنو المحدد؟ الأيجون مال الأي، الأيجون شنو قصده؟ قصده مقلوب الكوفيجنت. الكوفيجنت شنو لازم أوجدها بهذا الشكل. فلازم أني من أجي أريد أطبق المعكوس لازم أفوت بهالمراحل الأربعة، محدد كوفيجنت مقلوب بعدين اطبق المعكوس، اربع خطوات حتى اوصل للمعكوس. عرفنا طلابنا؟ لا تنخفصون لان هسه انا طبعا للتاكيد اضربها بالمصفوفه الاصليه تطلع لي مصفوفه احاديه. هسه انا خليت هذا المثال فارغ حتى نشتغله سوا. اما اروح اجيب القلم اذا اشوف الدوره اذا لقيتها اجيبه حتى نشتغله سوا هاي المصفوفه. اوكي طلابنا نحله سوا نرتاح بما نشوف لكم القلم واجي طلابنا. اي دكتوره اي دكتوره. اوكي هاي هسه القانون، هاي القانون المصفوفه من اذا حصلته او اذا اقدر احاول انه واحد يجي يصورني على السبوره اجيب هذه نسويها اونلاين. اوكي يعني اونلاين بعد اكثر انه هي صار عملي طلابي عن انا يعني اسالكم قدامي وشلون اذا ما المرحله اللي سابقه كانوا ابد ما فاهمينهم شرحت لهم اياها بطريقه بحيث كلهم افتهموها. مهما تكون انت كتابه ما تصير يعني شلون اوضح لكم يعني انه ما تصير خطوه خطوه تشوفون يعني الحل وحده وحده. ايه يعني مظفر دكتوره درس الرياضيات ما يصير ناخذ حضور بيوم اللي نداوم احنا؟ مو احنا على مود قرارات مالت الوزاره تعرفوا انه دخلكم عدد الايام اللي تحضرون بيها يعني طبعا. دكتور بهذا اليوم احنا نريد ناخذ رياضيات لان صراحه والله ما نفهم هنا شيء. لا بس اسمح لي انت بس طول خلق هسه بكت على القلم اذا حتى راح اشتري على حسابي اذا اليوم فاز مظفر بالذات انت اذا اوكي لو ممكن زينه هسه راح اجيب لقيته وافتهمت عليه كان بها اروح اشتري الواحد اللي خاطركم اذا لا سووا حضوري. الله يسلم خاطرك. الله يسلم. اوكي هسه لحد ناخذ ريست نص ساعه ها طلابنا اوكي دكتور اوكي نلتقي مره ثانيه. اوكي حلو